من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة من المحادثات السورية في العاصمة الكازاخية أستانا الثالث والرابع من هذا الشهر بالتوقيت المحلي. وقد أصدرت وزارة الخارجية الكازاخية في الثاني من هذا الشهر بيانا قالت فيه إن وفد المعارضة السورية قد وصل إلى أستانا في اليوم ذاته وأكد حضوره هذه الجولة من المحادثات. فضلا عن ذلك فقد وصل كل من الوفد الحكومي السوري والوفد الإيراني والوفد التركي والوفد الروسي في نفس اليوم إلى أستانا على التوالي، بينما سيرسل الجانب الأمريكي ممثلا عنه لحضور المحادثات.